صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ذريرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله الحق العظيم الذي نزل القرآن الكريم في شهر رمضان هدى وتذكيرا صدق الله الحق العظيم الذي سن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه ولا إله إلا هو جعل السماء سقفا بدون عمد عمد رفعه والأرض بساطا وضعه صدق الله العظيم الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم واجس الصدور وأنزل القرآن هدى ونور صدق الله العظيم الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع صدق الله الحق التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدسيته الشدائد الصلاب يسبح بحمده الرعد والسحاب رب الأرباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب ومسبب الأسباب لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المآب صدق الله الحق الواحد القهار العظيم ذو الجلال والإكرام والعظمة والإنعام الكريم الذي من بكنفه على من شاء من عباده القيوم الذي لا يغفل ولا ينام إلهنا تفضلت فعمت أفضالك إلهنا غفرت فتكامل إحسانك جل جلالك تعاليت في دنوك وتقربت في علوك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لك خضع من سجد وذل من وجد إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك وكيف يدعوك للحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك إلهنا من إليه نقصد وأنت وحدك المقصود وإلى من نتوجه وأنت وحدك الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود ومن ذا الذي نسأل وأنت الرب المعبود اللهم قد جئناك بجمعنا متوسلين وببابك لائذين وعلى أعتابك سائلين فلا تطردنا خائبين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين واقبل عذرنا واجعل سعينا مشكورا وعملنا مغفورا وأعتق رقابنا ووالدينا والمسلمين أجمعين من النار
اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه، برحمتك يا أرحم الراحمين.